النجاح والأمنيات ما لم يحدث في سابق الأعوام قد يحدث الآن. عبد الرشيد إبراهيم يسجل أول أهداف هذا الموسم، ثاني أهداف الأهلي في هذه المواجهة، الاستلام كان هو الهدف. وبعد فريق لعيب مهاري عنده حلول فردية ممتازة، كرة أمامية خطيرة، شكرا لك يا رب. عليكم شكرا.
لكنها ممتازة للعميد محمد ديامي يلعب في الجهات اليمنى عن طريق عبد الرشيد ابراهيم، مرور بالشكل المثالي من عبد الرشيد الى نبيل لسار، كره ملعوبه خطيره